السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم شباب يا رب بخير مؤخرا ناس كتير جدا بتسألني عن قضايا التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات ككل سواء كانت عربيات أو موتوسيكلات وأيضا طمس اللوحات والقيادة بدون رخصة عايزين يعرفوا القضايا دي ايه اللي بيحصل فيها لأن مؤخرا في عدد كبير جدا من القضايا اتعمل لناس كتير جدا وتوجه لهم اتهام بالتلاعب في اللوحات وطمس اللوحات علشان كده كل الناس عايزة تعرف القضايا دي أخرها ايه بالظبط وايه السبب ان الفترة دي في عدد كبير من القضايا تخص التلاعب في اللوحات المعدنية وآخرا بالفعل في ناس كتير اتعمل لهم قضايا تلاعب في اللوحات المعدنية أو طمس اللوحات وتوجه لهم هذا الاتهام وبعد كده اتقبض عليهم تم عرضهم على النيابة وبعد كده تم إخلاء سبيلهم مع حجز السيارة وأبلغوهم إن القضية دي ما بقتش مجرد مخالفة فقط لأ ده حضرتك هيبقى عندك قضية وهتتحول لمحكمة الجنح وممكن جدا يصدر حكم بالحبس ضد حضرتك وعلشان كده الناس كلها قلقانة دلوقتي لان كلهم كانوا بيتعرضوا لهذا الامر وكانوا بيدفعوا غرامة فقط ما كانش عندهم اي نوع من انواع الحبس فدلوقتي هم قلقانين ازاي قضية زي كده يكون العقوبة فيها الحبس وعلشان ما أطولش عليكم خلينا اعرفكم ايه سبب الملاحقة الكبيرة الفترة دي لكل جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية وطمس اللوحات وليه بالفعل بقى مفيش اي تهاون في هذا الامر مؤخرا زاد جدا عدد جرائم التلاعب فى اللوحات المعدنية ما بين ان فى شخص بيمشى من غير لوحات اصلا معرض ان هو يخبط اى حد ومفيش اى حد يقدر ان هو يجيبة او بمعنى اصح ان هو يصعب المهمة جدا على رجال الشرطة أو أيضاً واحد يطمس اللوحات فبالتالي الجريمة نفسها ممكن إن هي تلاقي صعوبة في كشفها بعد كده أو إن المخالفة تنسب لحد تاني أو واحد يتلاعب في اللوحات بشكل كامل إن هو يتلاعب ويغير في الأرقام فبالتالي لو في أي مخالفة تم رصدها المخالفة هتنزل على شخص تاني تماماً ما يعرفش عنها أي حاجة وبسبب كثرة هذه الجرائم الدولة خدت بالها من هذا الأمر وبناء عليه تم اصدار تعليمات من السيد المستشار النائب العام بضروره مواجهه كل جرائم التلاعب في اللوحات المعدنيه او طمس اللوحات او القياده بدون رخصه او اجراء اي تعديل عليها خارج عن نطاق الشرطه، لان طبعا كلنا عارفين ان اي تعديل على اللوحات المعدنيه ده من اختصاص المرور فقط، يعني ما ينفعش انا بنفسي كده اجي اعدل لوحاتي، ما ينفعش. فبالتالي السيد المستشار النائب العام اصدر تعليمات بضروره المواجهه القويه لكل هذه الاتهامات او كل هذه الجرائم وتقديم مرتكبي كل هذه الجرائم الى المحاكمه الجنائيه وليس دفع غرامه او مخالفه فقط، بمعنى ان اي شخص دلوقتي هيرتكب اي جريمه ليها علاقه بالتلاعب في اللوحات هيتم تقديمه للمحاكمه الجنائيه اللي هتقضي بحبسه كمان مش مجرد مخالفه او غرامه فقط لا غير، وده زي ما قلنا ان جرائم التلاعب في اللوحات المعدنيه جرائم خطيره جدا، ومش بس كده ده ممكن بالفعل واحد يقتل واحد والجريمه تنسب لشخص تاني تماما لانه بيتلاعب في الارقام او ممكن يمشي من غير نمر ويمشي يعمل مشاكل كتير جدا ومفيش حد يقدر ان هو يجيبه او يبقى في صعوبه لرجال الشرطه ان هم يقبضوا عليه علشان كده القضايا دي كان لازم يكون ليها عقاب حاسم او الجرائم دي ما ينفعش تتساب بسهوله ان انت تدفع مخالفه وتمشي لا طبعا لازم هذه الجرائم كانت تواجه بعقوبات حازمه للسيطره عليها وان هي ما تحصلش مره تانية ابدا او اللي يرتكبها يبقى بالفعل عايز ان هو يتحبس وعلشان كده كانت تعليمات السيدة المستشار النائب العام بضرورة مواجهة هذه الظاهرة وهذه الجرائم وتقديم مرتكبيها الي المحاكمة الجنائية العاجلة اللي من الممكن ان العقوبة فيها توصل للحبس بالحد الاقصى من القانون ومش على قد الحبس بس، ده الحبس بالإضافة إلى الغرامة بالإضافة إلى إيقاف الرخصة، يعني كمان الرخصة بتاعته يتم إيقافها وما يقدرش إن هو يسوق أي عربية في خلال فترة الإيقاف، وعلشان كل الناس تكون عارفة إيه الإجراء اللي بيتم لو واحد تم القبض عليه في قضية تلاعب في اللوحات المعدنية أو القيادة بدون رخصة أو طمس اللوحات المعدنية أو أي تلاعب وتعديل عليها، اللي بيحصل إن بيتم القبض على الشخص، وبعد كده بيتم حجز العربية في نفس الوقت، العربية نفسها بتتحجز. وهو الشخص بيتم عرضه على النيابة وإخلاء سبيله تاني يوم أو لو هيتعرض في النيابة المسائية وبعد إخلاء سبيله بيتابع القضية بتاعته وصلت لإيه ودخلت جلسة إمتى لأن بيتم تحديد أقرب جلسة ليها والعربية بيتم استمرار حجزها لحين الفصل في القضية أو حين فك الضبط الخاص بيها إن حضرتك بتقدم طبعا طلب وبتقدر إن أنت تاخد عربيتك ولكن ده أمر بيخضع للنيابة والمحكمة يعني مش بمجرد ان حضرتك يتم اخلاء سبيلك ان انت بتاخد عربيتك وانت ماشي لا طبعا بيبقى لسه في اجراءات لازم تحصل محدش يقدر يفيدك فيها دلوقتي ان انت هتستلمها بعد الخروج ولا بعد القضيه نفسها وعلشان كده بنصح كل الناس بلاش اي حد يتلاعب في اللوحات المعدنيه الخاصه بيه سواء كانت عربيه او موتوسيكل مش هتستفيد اي حاجه خليك زيك زي الناس حتى لو انت ماشي من غير نمر خلاص ما بقتش ميزه يعني الحاجات ديت ممكن اقول لك زمان كان فكره ان انت تمشي من غير نمر دي حاجه واو الناس كلها تقول مين الجامد اللي ماشي من غير نمر ده الوقت ما عادش الكلام ده ينفع دلوقتي هتعرض نفسك لموقف محرج الضباط كلهم واخدين تعليمات قويه جدا بضروره مواجهه هذه الظاهره ان اي حد ماشي من غير نمر يتم القبض عليه كل الناس هتبقى واقفه ضدك يعني الناس دلوقتي لما بتشوف واحد ماشي من غير نمر ومفايم العربيه بيقولوا ايه المنظر المقزز ده يعني يعني انت بتعمل ايه يخليك تمشي بالشكل ده ما انتش يعني مميز قوي علشان تمشي من غير نمر ده رئيس الجمهوريه عربيته عليها نمره يبقى حضرتك مين علشان تمشي وانت شايل النمر تماما وماشي بالمنظر ده فالاتجاه في الدوله دلوقتي سواء من النيابه او المحكمه او الدوله ككل متمثله حتى في رئيس الجمهوريه هي محاربه كل هذه انواع الجرائم وان كل المواطنين سواسيه امام القانون فما ينفعش حد يتلاعب بالشكل ده ويفلت من العقاب وصدقوني العقاب بيكون غير مرد تماما لكل الاشخاص اللي بيتم اتهامهم في هذه الجرائم طيب حد دلوقتي هيقول لي يا استاذ احمد طب ما احنا ساعات بنشوف ضباط شرطه او ضباط جيش او حتى طلبه كليات عسكريه ماشيين بعربيتهم وشايلين النمر او مفايمين العربيه او بيتلاعبوا في النمر برضه، هل الناس دي برضه هتتحاسب؟ هقول لك اولا دي حالات فرديه، مش كل الضباط بيعملوا كده. احنا كلنا نعرف ضباط وكلهم يعني عدد كبير جدا منهم محترم جدا ولكن التجاوزات والمخالفات موجوده في كل الفئات يعني لو جيت تبص على المحامين هتلاقي تجاوزات عندنا لو جيت تبص في النيابه ممكن تلاقي بعض التجاوزات لو جيت تبص للشرطه وللجيش هتلاقي برضو بعض التجاوزات دي سنه الحياه وما ليه بيبقى فيه تفتيش في الداخليه وبيكون فيه تحريات عسكريه وقضاء عسكري للقوات المسلحه وايضا بيكون عندنا نقابه المحامين وبيكون في مجلس اعلى للقضاء ليه الحاجات دي كلها ليه الحاجات دي موجوده الا علشان تحاسب المخطئ فعلشان كده دي بتكون ظاهره فرديه ما ينفعش ابدا ان انت تقارن نفسك بيها وتقول طب ما طالما الشخص ده ماشي من غير نمره انا كمان امشي من غير نمره لا طبعا هو مخالف ما تبقاش مخالف زيه ما فيش حد هيدار عليه بعد كده هو دلوقتي لو داخل على كمين او داخل على حمله هيخش هو متداري جدا وهيفضل أنه هو يعتذر ويتاسف ويحاول أنه هو يمشي لان حتى لو عمل اللي كان ممكن يتعمل زمان ان هو بقى يعتدى على الناس ويزعق ويقول ما حدش يقدر يقبض عليا مش هيحصل دلوقتي في الشرطة ما بقتش بتهزر في هذا الامر سواء بقى كان الموضوع ده مع المباحث او مع المرور فلازم تاخدوا بالكم من هذا الامر واخيرا بنصح اي شخص تم اتهامه في قضية تلاعب باللوحات المعدنية ان هو يلجأ الى محامي علشان الموضوع مش سهل فلازم تلجأ إلى محامي دلوقتي علشان يقدر يطلع على المحضر الخاص بحضرتك ويقدر يساعدك بشكل قانوني إن أنت تخرج من هذه الأزمة بدون أي مشاكل أو خسائر بإذن الله تعالى، ما ينفعش أبدًا تاخد الموضوع لوحدك أو تعتمد على تجارب الغير إن أنت تقعد تسأل في الناس على النت، ما ينفعش، لازم تلجأ للمحامي علشان يقدر يساعدك في هذا الأمر وتقدر إن أنت تخرج من هذه القضية أو هذه الأزمة بأقل الخسائر أو بدون خسائر بإذن الله تعالى. وبس كده ده كان موضوعنا النهارده اتمنى المعلومه تكون وصلت لكل الناس ونشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله سلام